لدينا من كييف الدكتور ميكولا باستون، الأستاذ بجامعة كييف الوطنية. أهلا بك سيد باستون على شاشة الغد. يعني أبدأ معك من مجريات الأحداث على الأرض، إلى ماذا تنذر؟ يعني الأحداث الأخيرة المهمة هي أولا المعارك في منطقة سوليدار، حيث تقول القيادة الروسية إن الجيش الروسي قد استولى على هذه المدينة، والجانب الأوكراني يشير إلى أن المعارك لا تزال تدور هناك والروس لا يسيطرون. يعني يركز الجانب الروسي، الجيش الروسي جهوده في تلك المنطقة باخموت سوليدار، يعني حيث يحاولون الاستيلاء على كامل أراضي مقاطعة دونيتسك. بعد أن احتلوا مقاطعة لوهانسك بالجزء الكبير منها، بعد أن كان عليهم أن ينسحبوا ويتراجعوا في مناطق شرقية في خاركيف وجنوبية في خرسون، الآن يحاولون ترسيخ موقعها هناك في نقطة واحدة. طيب سيد باستون، يعني تبادل تصريحات بشأن مدينتي باخموت وسوليدار بالسيطرة على تلك المدينتين، يعني ولكن أين هي الحقيقة؟ أين الحقيقة؟ أعتقد أننا نحن نعتمد على المعلومات الصادرة عن القيادة الأوكرانية، وقد شهدنا في الماضي كثيرا أن الروس يقولون إنهم دمروا مثلا منظومة هايمرس بعشرات أكثر من العدد الذي استلمته أوكرانيا وكذا وكذا، ثم بعد عيد رأس السنة قالوا إنهم قتلوا 600 جندي أوكراني، وذلك أيضا لم يتحقق. نعم. يعني هناك طيب. كثير من المعلومات. طيب سيد باستون، على صعيد التحركات السياسية الأخيرة، الرئيس الروسي يبدأ استعداده للتفاوض مرارا وتكرارا، يعني كيف تقرؤون هذه الاستعدادات من قبل موسكو، وماذا عن الموقف الأوكراني من تلك التصريحات بشأن عقد محادثات؟ قد عبر بوتين عن رغبته في إجراء المفاوضات بعد أن فشلت القوات الروسية من التقدم واحتلال أراضي واسعة في أوكرانيا، بعد أن بدأت القوات الروسية تتراجع في نهاية الصيف وفي الخريف كما شهدنا، وهناك أهداف مختلفة. وبعد طبعا أولا يحتاج الجيش الروسي إلى هدنة لإعادة تجميع صفوفها وتعزيز أولا، وثانيا يريد بوتين إساءة صورة أوكرانيا أمام شركاء الدوليين الغربيين. ولكن أهم شيء أن ما هو الهدف في الرأي الجانب الأوكراني؟ هدف المفاوضات هو السلام، الوصول إلى السلام. وهل يريد بوتين السلام بالحقيقة؟ السلام بين روسيا وأوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة. من الواضح أنه هدفه النهائي، وقد عبر عن هذا الهدف مرارا وتكرارا، هو السيطرة الكاملة على أوكرانيا، إما كجزء من المخيم الروسي أو عن طريق احتلال وضم كل أراضي أوكرانية. لذلك الهدف هو إما السيطرة الكاملة على أوكرانيا أو إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة، وإزالة وإبادة الشعب الأوكراني كشعب مستقل. ولذلك نحن للأسف لا نرى هناك أرضية مناسبة لهذه المفاوضات، وطبعا يجب أن تكون كل المفاوضات استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة، وذلك الميثاق
لا يسمح باحتلال ولا يسمح بضم أراضي دولة أخرى. الدكتور ميكولا باستون، الأستاذ بجامعة كييف الوطنية، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا.